صباح الخير، وأتمنى تكونوا كلكم بخير. كبسولة النهاردة عن ضيق النفس. ضيق النفس إحساس بايخ بايخ جدا، بيحس الإنسان إن في شيء طابق على صدره وإنه مش عارف ياخد نفس. لو راح للدكتور هيلاقيه بيتنفس طبيعي، بس هو حاسس إن في ضيق في النفس. الأسباب الشائعة لضيق النفس معروفة، بيبقى ضيق نفس بجد، الأزمة الصدرية، حساسية الصدر، الربو الشعبي، ارتفاع ضغط الدم، هبوط ضغط الدم، كل دي حاجات ممكن تعمل لك ضيق في النفس. الأنيميا الشديدة أو فقر الدم ممكن تعمل لك ضيق في النفس. بعد كده في أسباب مشهورة، لو رحت للدكتور هيلاقي نفسك طبيعي بس أنت بتشتكي من ضيق في النفس. زي إيه؟ أولاً الحالة النفسية، كمية ضغوط كبيرة جوه الإنسان مخلياه دايما حاسس إن في ضيق في النفس. ما تنساش النقطة دي، لو ضغطك كويس وسكرك كويس وما عندكش أزمة أو حساسية صدر أو ماشي على بخاخات أو ما عندكش ارتفاع حرارة أو حاجة تستدعي ضيق النفس، فكر في كلامي ده كويس. بعد كده قلنا الحالة النفسية ليها دور كبير. بعد كده أشياء ليها علاقة بالجهاز الهضمي زي المريء. المريء يا جماعة عضو موجود في منتصف الصدر، ماسورة إذا تقلصت أو التهبت أو استحست بتعمل ضيق في النفس. التهابات المرارة أو حصوات المرارة ممكن تعمل ضيق في النفس. القولون وضغطه على الحجاب الحاجز ممكن يعمل ضيق في النفس. خاصة لازم الدكتور يسألك ضيق النفس بيجي مع المجهود ولا مع الراحة، ولا وانت نايم، ولا اذا انسطحت على السرير بيزيد ضيق النفس. في الحالة دي هنشك كتير ان الاحشاء بتضغط على الحجاب الحاجز. بعد كده في اسباب تانية كتير لضيق النفس، زي ان انت يكون عندك شد في عضلات الصدر عامل لك ضيق في النفس، او التهاب في الغشاء البلوري المحيط بالرئتين خاصة مع المدخنين بيعمل ضيق في النفس. بعد كده في حالة مشهورة اسمها حالة البانيك أو الهلع، بتعمل ضيق في النفس، وديت ما بتبقاش موجودة على طول، بتيجي في حالة معينة للناس اللي عندهم قابلية لحالة الهلع، وبيحصل ضيق في النفس وإحساس إن الشخص هيموت، بيحس بكده في وقتها، وإذا ارتاح أو نام الأعراض بتختفي فجأة. بعد كده في أسباب تانية لضيق النفس زي الالتهابات الروماتيزمية والحاجات اللي ممكن تعمل التهاب في عضلات أو في الفقرات أو في الضلوع بتاعة الصدر فيحصل ضيق في النفس. بعد كده في أسباب تانية ممكن تؤدي إلى ضيق النفس، زي الناس اللي هي بتعمل مجهود كبير جدا فوق طاقتها، زي اللي بتشيل أثقال كتير أو حاجة زي كده كتير، كل دوت ممكن يعمل ضيق في النفس. ضيق النفس موضوع كبير يا جماعة، ومعظم الأحوال ما بتبقاش عضوية، ممكن بتكون حاجة مسمعة في الصدر فبتعمل ضيق في النفس. ولكن الأسباب المشهورة لضيق النفس هي طبعا أمراض القلب، أمراض الضغط، أمراض الشرايين، الأمراض اللي ليها علاقة بالدورة الدموية اللي راحة للقلب، وبعدها تيجي الأمراض اللي ليها علاقة بالشعب الهوائية زي حساسية الصدر والربو الشعبي، وفي نفس الوقت الأمراض بتاعت الصدر زي الالتهابات الصدرية وغيره. إذا جالك ضيق في النفس روح للدكتور وخليه يكشف عليك ويسمعك ويعرف طبيعة شخصيتك، احكي له عن كل حاجة بما فيها الضغوط اللي بتمر بيها، والحل بسيط إن شاء الله. أتمنى لكم الخير وسلام عليكم.